السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتركين ومتابعي قناة فؤاد انجلش. ان شاء الله هنقدم لكم كورس جديد، والكورس ده هو كورس اللغة الانجليزية. ان شاء الله هيبقى 12 ليفلز، 12 مستوى. طيب ماهية الكورس بتاعنا او شغلنا في الكورس بتاعنا؟ ان شاء الله ان احنا هنبدأ برضو من المستوى الاليمنتري او المستوى البرايمري اللي هو المبتدئ، لحد ما نوصل ان شاء الله للانترميديت او الابر انترميديت، المستوى المتوسط او الفوق متوسط. طبعا احنا خدنا البيسكس بتاعت اللي هي قواعد اللغة الانجليزية او البيسكس اللي المفروض تكون عندنا في اللغة الانجليزية عشان تأهلنا الكورس زي ده. الكورس اللغة بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله هتبقى mingling between Arabic and English، يعني احنا هندمج ما بين العربي والانجليزي في الاول، بعد كده هنبدأ ان احنا نسحب العربي بحيث ان الانجليش يبقى يزيد عندنا في الفيديوهات. طيب هل احنا لينا ماتيريال هنشتغل عليها؟ ايوه لينا ماتيريال هنشتغل عليها، وبصوا معايا في الصوره اللي جايه. زي ما حضراتكم شايفين انا عندي الجزئيه، طبعا الوحده مقسمه الى صوتيات والى جرامر، وفيها كمان ان احنا عملنا انتجريتد للفور سكيلز، لان دلوقتي علشان ان انت تدرس اللغه الانجليزيه لازم تدرس الفور سكيلز، او ان انت تتمكن من الاربع مهارات بتاع اللغه الانجليزيه، اللي هي على رأسها الريدنج والليسننج وعندك الرايتنج والسبيكينج. طيب الريدنج من خلال قراءتنا، او حضرتك هتنزل الماتيريال عندك على الكمبيوتر وهتقرا الماتيريال مره تانية، وهنقولك على ماتيريالز تانية هتقدر ان انت تستخدمها. الليسننج احنا دمجنا عندنا في الماتيريال بتاعتنا اجزاء زي اللي هي الصوتيات ومحادثات ان انت تقدر تستخدمها، ومحادثات يوميه يعني هتقدر تفيدنا في حياتنا اليوميه. تاني حاجة اللي هو الرايتنج، طبعا في الماتيريال بتاعنا هتلاقي في جزء للرايتنج اللي هو زي هوم وورك او اساينمنت ليكوا كده تتدربوا عليها على الحاجات اللي احنا خدناها خلال الفيديو. السبيكينج بقى ده دور حضرتك انت، ان حضرتك دلوقتي هتقف قدام فيديو او قدام كاميرا او قدام المراية، وحضرتك هتكرر الحاجات اللي انا بقولها او اللي احنا اتعلمناها داخل الفيديو. وبكده احنا هنكون ان شاء الله خلال فترة وجيزة خلال ال 12 ليفل بإذن الله هتكون وصلت لدرجة كويسة قوي في اللغة الإنجليزية، لكن تابعوني. وان شاء الله هيبقى مواعيدنا هتبقى الحد والخميس بإذن الله من كل أسبوع هننزل فيديو جديد عن الحلقات أو بالتتابع ان شاء الله اللي هي حلقات كورس اللغة الإنجليزية، وان شاء الله كلنا هنستفاد، وربنا يا رب يعني يكملها بخير ان شاء الله، ونكمل ال 12 ليفل كلها بإذن الله، واتمنى يا رب ان انتم تستفادوا. وكان معاكم أحمد فؤاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.